بالنسبة لهذا المحور أيضا يعني تقويم هذا المحور يتم عن طريق ثلاث محاور. هذه شهور مرت اليوم على إرساء مدارس الريادة وتنزيل هذا البرنامج وتضحي الجميع لأن البرنامج مكن من تحقيق الأهداف مرحليا بحيث لاحظ الجميع تحسنا يعني ملموسا في تقويم في تحصيل التلاميذ وفي التعلمات. هذا التقويم رده إلى أهمية هذا البرنامج وإلى تركيز هذا البرنامج على مكامن داء في المنظومة التربوية. اليوم نقدر نقول على أنه التلاميذ الذين استهدفوا بهذا البرنامج وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين كلهم يجمعون على أن هذه المقاربة ستمكن من إنقاذ المدرسة المغربية العمومية وستوصلنا إلى محطة يمكن فعلا أن نتباهى في من خلالها بمستوى المدرسة المغربية. اليوم مع توسيع البرنامج الذي سيشمل 350 مدرسة إضافية بالنسبة لجهات رباط صلة قنيطرة وكذلك مع المرور الإعدادي بطبيعة الحال نضمن تنزيل الأمثال لهذا البرنامج. واللي بغيت نركز يعني في هذه المداخلة أو في هذا التصريح هو أن اختيار المدارس واختيار يعني الفرعيات وكذلك المؤسسات التي ستطبق هذا البرنامج يكون اختيارا طوعيا يعني يقوم على أساس يعني الرغبة الأكيدة للفاعلين التربويين. في ضوء هذه التجربة الجديدة ديال المدرسة الرائدة المؤسسة ديالنا لمست الخطوات الأولى ديال التجربة منذ ماي 2022. في الأول كانت دهشتنا كبيرة وتساؤلاتنا كثيرة ولكن مع مرور التجريب اتضح لنا كأطر تربوية وأطر إدارية بأن التجربة رائعة. خضعوا الأطر الإدارية والتربوية في بداية التجربة إلى تكوينات متتالية في جميع مكونات المدرسة الرائدة. الدخول المدرسي هذه السنة هذه 2023-2024 كانت فيه محطة أساسية وهي تكوين السادة الأساتذة في التعليم الصريح ومحطة أخرى تقويم التشخيصي الذي مر بنزاهة وديمقراطية أفرزت نتائجه عن مجموعة من التلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم مكثف. فعلا كان هذا الدعم لمدة 3 أسابيع متتالية وبعدها جاءت محطة أخرى للتقويم تلاها التعليم الصريح وفق التخصص في المدرسة الابتدائية. هذا التخصص أعطى نتائج رائعة. هذه النتائج لم يكن يعني تكون وليدة الظروف أو وليدة الساعة بل جاءت على دراسات علمية دقيقة في المناهج وفي العدة. كل مؤسسات تعليمية حظيت بتجهيزات ورقية ورقمية إضافة إلى فضاءات المؤسسة أهمها الحراسة تعميم الحراسة بالمؤسسات تعميم النظافة تفعيل مشروع المؤسسة المندمج والأبواب المفتوحة التي نظمتها المؤسسة التعليمية في وجه الآباء والأمهات.